مساكم الله بالخير والعافية. حلقة جديدة من شهقة أشق. أكو مثل يقولوا أهلنا يقولون يا من تعب ويا من شقة ويا من على الحاضر لقى. ما أعرف أنا أحس هذا المثل وشماعة حتى الناس اللي ما حصلت مبتغاها تعلق عليه فشله. النجاح مقدر على أساس تعبك، مجهودك، تخطيطك، ذكائك، موهبتك. يعني أنت مستحيل أن تكون مكتمل من كل هاي النواحي وما تحصل على النجاح ولو بعد حين. بس أكو ناس من يحسون بروحهم يفتقرون لشيء من مقومات النجاح، بالتالي شو يقولون من يشوفون شخص ناجح وواصل للناس والناس حبته فيبعون عليه يقولوا له يا من تعب ويا من شقى ويا من على الحاضر لقى. قناعتي شخصية ماكو واحد يلقى على الحاضر، لكل شيء ثمن ومجهود. حتى ما أخذكم بعيد، ضيفنا اليوم مختلف وخلينا نقول دليل على أنه أينما تكون الموهبة الحقيقية والشعر الحقيقي يكون النجاح. دليل على أنه الشعر يوصل شو وقت ما كان. ليش؟ لأنه هو شعر، شعر كبير جدا، يكتب بلغة بسيطة كلش. بس أني شخصيا أتحدى الشعراء إذا قدروا يكتبون بهاي البساطة وبهاي الروحية وبهاي الصورة الشعرية. جمهوره ما شاء الله من أقصى الشمال لأقصى الجنوب مبتسم دائما، أكو هواية خلفيات بشخصيته راح نعرفها. ضيفنا اليوم الشاعر الكبير يحيى العلاخ. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير، السلام عليكم أستاذ. شنو أخبارك؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك. يعزك يسلمك. تستريح؟ مشتاق لك. والله أنا أشوق أكيد يا صديقي، أنت من القريبين يعني. الله يحفظك ويسلمك. ليش أكو شعراء بالوسط لحد الآن يشككون بشعرية يحيى العلاخ؟ الشعراء؟ إيه طبعاً من الشعراء. هي أكو مثل دارج، أنت ضربت مثل ويقولون الأمثال تضرب ولا تقاس. أكيد طبعاً. وأحياناً تقاس. أحياناً تقاس. مثل دارج يقول الخباز ما يحب خباز يعني. مو مشكلة هذه. هم يقولون ماكو عمق. ماكو عمق. ماكو هاي المفردات اللي هم متعودين أن يشوفوها بالشعر الشعبي. شنو هي المفردات؟ هي المفردات ما بيها كتاب منزل يعني قرآن منزل. أنا أعتقد الشعر كائن حي. مثل ما نحدث ملابسنا ونحدث حاسباتنا، الشعر أيضا يجب أن يحدث. ما معقولة أنت مواليد 95 وما شايف البردي أصلا وتكتب على البردي والناعور والزور. الزور وهاي شنو الزور؟ ما أعرف، أنا ما أحس أنا شايب ما أعرفه، بس أتخيل يمكن ساجية أو فمو بالضرورة أنت أكون ابن بيئتك. الحياة مليئة بالتفاصيل يعني، لهذا قلت رفقا بالشعر من حمى الاستنساخ. لا تعيد الكلام الصار ما يجدي. يلا ليش محدده بدشداشه الفلاح دهله ونواعير وحاله متردد. يلا يلا رفقا بالشعر عيد من حمى الاستنساخ. اي لا تعيد الكلام الصار ما يجدي. ليش محدده بدشداشه الفلاح دهله ونواعير وحاله متردي. ايش قد اسمع قصايد كلها جوع بجوع ولا كأن الكتابها بعمره متغدي. الله. الشاعر مو مراسل ينقل الأحداث، كون من السواد يطلع الوردي. الله. بنادم يستمع لك مو دجاجة ماي، بسك لا تظل تحكي له على البردي. مع احتراماتي للأجيال اللي احنا تأثرنا بيهم. تمام تمام. اللي عاصروا هاي المفردات، عاصروا وعاشوا هاي البيئة، هم أولاد بيئتهم يعني. بس أنا أشكل على اللي ما شايف هاي الأمور ويستنسخ غيره. أنت ما ممكن تسوي عريان ثاني رحمة الله عليه، مستحيل. وما ممكن يجي كاظم إسماعيل قاطع ثاني. أنت حاول تختار لك لون، لونك وخطك واسمك. طبعا يعني بالله عندي أبيات أقول مخيلتك شبج والشعر ساحة صيد وطيور الصور وتحوم على الفكرة. صيد العاليات اللي ما تحط على البال، لا تركض تصيد الصورة المواكرة. حلو. اي انه بقول انت تصيد الميزان على البال؟
يعني انا اسلوبي الناس حبوه. انت قلت للامير، قلت له هاي طبعا تحياتنا الامير، تحيات الحبيب امير، قلت له هاي القصيده اللي هي الحب والكبرياء طبعا، قلت له راح ياخذك اظن الساهر مو هذه كتبتها امير، قال لي هذه مو مستواك الحب والكبرياء. زين. قلت له ليش؟ قال لي شو ما بيها هواي صور. قلت له بس فكرتها اعتقد منفرده واسلوبها وكذا. قلت له هاي راح يخابرنا عليها كاظم الساهر. قلت له عمي على كيفك خابرك كاظم الساهر، شايف احنا. خابرني استاذ ماجد المهندس واخذ القصيده، تنازلت عنها عن حقوقها يعني. وبعدين قلت له، قلت له ما جاء كاظم جانا ماجد، قلت له مو قلت لك يخابرني كاظم؟ قال ما خابرك كاظم، ماجد. قلت له هذا الرجل الثاني بالغناء العربي يعني. بالضبط بالضبط. فرؤية الشاعر أعتقد هي الأهم. أزع سؤالي، أنت تصيد اللي تحاول تصيد اللي ما موكرات، اللي ما الأفكار اللي ما مطروقة؟ يعني الأفكار، الشعر مو بس صورة، الشعر وحدة موضوع. الشعر أنا قصائد بشكل خاص بيها دراما، بيها سؤال وجواب وتوقفات. تحسس نوع من القصيدة الممسرحة. بالتأكيد. بيها شيء من المسرح. نعم. يمكن هواي ألوان قريبة من لوني يعني. مهند، أسماء أخرى يكتبون بهاي السلاسة، بس كل واحد إله نكهة خاصة، بحيث ممكن تعرف القصيدة بدون ما يذكر الشاعر، يقول هذا أسلوب مهند. أنا اليوم بس أسمع القصيدة راح أعرف أسلوب يحيى العلاق أكيد، بدون ما أعرف إذا هاي القصيدة هو كاتبها، بس أسمعها هو هذا، أقول هذا يحيى، هو هذا الهدف. أنت مو بالضرورة تختار أشياء معقدة. بغض النظر عن خباز ما يحب خباز. أي نعم. ليش يحجون عليك؟ يحجون علي عن شاعريتك مو عنك. انت كانسان ما منطيهم مجال يحجون عليك الأمانة. احنا هم اللي يحجون بموده وبشقه احيانا، كل واحد يعتز بلونه وبتجربته. فبس من يطلع شيء يعني يخالف توقعاتهم، الناس اعداء ما جهلوا يعني. الله. اي فيمكن يعتبرون انه انا بهذا العمر اليوم الشعر صار المفروض عمري نرجع على موضوع وهاي اللحية البيضة المفروض أنا أكتبها ذني. إيه. مال الزور وال. إيه. يعني بس. أنا مرة بأحد البرامج سألني سمير صبيح، تحياتنا لك. تحياتنا لك أكيد الشعر. قال لي قصائدك بيها جرأة الغزل. قلت له يا أخويا يعني الناس كتبوا على الزلف قبل، بزمن كان بس الزلف مبين. هسا انا اذا اقول زلف بالقصيده ما يضحكون عليه؟ وين عايش؟ ها؟ احنا بزمن البودي وبزمن هاي الامور والاكسسوارات اللي استحدثت. ايه؟ انت لازم تواكب يعني، يعني القصيده انت مواكب لدرجه حطيت مفردات انجليزيه بالقصيده. اي طبعا. اي اعتقد كلمه مودي مزاجي، مود. اي احلى مود. اي احلى شيء، احلى لما احلى شيء يعني. هاي دليل على الرخاء والاسترخاء، ودول الناس ما كل هاي لاف. اي فانا اريد ابين انه انا مرتاح وناسي. لكن زين الناس ما يقولوا لك يابا تعال هاي احنا اوكي، كل ما يقال بالشعر الشعبي باللهجه الشعبيه هو ولا يخدش هو يصلح للشعر الشعبي، بس هاي المفرده اصلا مو من الموروض الشعبي يعني، شلون اقحمتها بنص قصيده؟ هي يعني اني اعرف من كتابتها، اعرف تدري بالموضوع، بس الكلمه تدل على انت مرتاح كلش من هذول اللي يحشون الهاي لاف، ما كل ما عندهم هم اساسا، ما عندهم هم. اي ويسمعون الراب، ما يكون موسيقى الراب والكذا يعني، ردت اصير مثلهم. لكن رجعت حنيت، شفت انت نهايه القصيده، لحظه لا هذا الدرب بي ذكريات، رجعت ما قدرت، رجعت احن واشتاق. انت بالحقيقه هيك دائما ما تكون مرح تكون منهزم من شيء. طبعا انا عاطفي جدا يعني، اللي يشوفك بالطبيعة أنت أكثر صاحب نكتة موجود بال يعني يقولون أكثر الناس ابتسامة أكثر الناس حزنا داخله. هو هذا اللي أنا بتسأله، أنت منهزم من شيء يعني؟ من ده تضحك فاهم شيء؟ لا هو ماكو شيء معين، يمكن إحنا مرة سولفنا بهالموضوع. يعني هي تراكمات الحياة وتعبها، بعدين هي يمكن الضحكة والكذا شوية تنسيك، تبعدك عن جو أجواء أنت ما تريد تتذكرها. الفترة اللي أنت عايشها ستقدر تسميها بالفترة الذهبية؟ والله شعرياً ما أعرف يعني، يعني هي والله ما أدري.
احسيها يعني هي النجومية تعطيك وتاخذ منك. صح. اي يعني تعطيك محبة الناس هاي المجانية. هاي الفترة الذهبية العاشة حيل علاقة بالشعر الشعبي. بالشعر الشعبي اعتقد. ايش قد راح تستمر؟ ها؟ ايش قد راح تستمر؟ والله انا ما افكر ايش قد تستمر وايش قد، انا المهم انه انا تركت بصمة يعني. اي بس ايش قد مخطط روحك تبقى فعال بالمهرجانات ان شاء الله والحفلات والعناصر؟ ان شاء الله الشعر وياي الى اخر نفس. وصلت لهدفك لو بعد؟ لا بعد اكيد. بعد اكيد انت من تقول وصلت لهدفي يعني انتهيت. زين ليش الناس مكبريك هواي؟ يقولون عليك كبير بالعمر. مع العلم يعني انت مو كلش كبير بالعمر. احنا مواليد 70 يعني. ها تقول عادي يعني؟ لا انا لو مواليد 70 اي ما اقول. يعني انا اقول مشى بي العمر. اي وبروحي نزعت طيش. الله. وتناقض بين قلبي وشيب براسي. كل ما بالوجه تطلع ملامح شيخ يطلع حب شباب وبوجه احساسي. اها ايش اسوي؟ قلبك اخضر بعده؟ اكيد. تحب؟ والله الشاعر لازم يحب. هو يعني الحب احنا ما نقدر نختصره بين يعني ذكر وانثى. الحب بشكل عام. انا ده احكي على الحب بين الذكر والانثى. الحب والله ما اعرف، يجوز احب يجوز ما احب. يعني شلون؟ ما ادري. لا سيد رجاء ما ادري. لا لا ماكو شيء اسمه يجوز احب ويجوز ما احب. والله ما ادري. لا لا انت تحب لو ما تحب. انت تحب؟ انا احب. انا هم احب. يعني ليش ما اعتمد على جوابي؟ انت ماكو شيء تخاف منه. اي بس انا اكو اشياء اخاف منها. يعني تريد تهجم بيتي؟ اليوم ما خليك ترجع للبيت وما تفكر. الشاعر احيانا اكو تجارب يمر بيها. مو بالضرورة تكون حب، نوبات يكون حب آني يستفزك أو مشاعر غريبة تصير عندك تخليك تكتب قصائد، بس هي يجوز ما ترتقي لمستوى الحب يعني. ولو سؤال متأخر لأنه مشت بك الحياة وصار عندك أطفال، بس لو صادفت النجومية بوقت أنت ما متزوج. نعم. كان تزوجت؟ الزواج لازم يعني. لو تخلي فترة للنجومية وبعدين يعني ما تحس الزواج مقيدك كنجم؟ لا لا أبداً. أبداً. أنا عايش عمري وعايش حياتي ببساطة ترى يعني. أبسط من هذا. أبسط أنت تعرفني يمكن عن قريب يعني، مو من النوع اللي يدور هاي الألقاب والأسماء وال. هي رواية الأسود يليق بك لأحلام استغاني بها جملة شدتني تقول أجمل لحظة في الحب هي ما قبل الاعتراف به. الله. كيف تجعل ذلك الارتباك يطول تلك الحالة من الدوران التي يتغير فيها نبضك وعمرك أكثر من مرة في لحظة واحدة؟ هاي اللحظة اللي أنت قبل ما تصارح بيها أو قبل ما تنطق الكلمة، من رأي كاتبة الرواية أنه هاي اللحظة الأجمل برأيي. حلال. تحياتي لأحلام مستغانمي. واحب اشكرها من خلال برنامج يعني احد ال يعني احد جمهور ناشر قصيدتي اسمها انسان عربي او هي داخله معلقه كاتبه عباره جميله كاتبه من اجمل النصوص في عصرنا الحديث يعني. تحياتنا لها. تحياتنا لها. فخلينا نشوف من وجهة نظرك شنو اجمل لحظات الحب؟ اجمل لحظات الحب بدايته يعني أول ما يبدي لما يكون نظرات هذا الشعور لما أنت تقول هو يحبني لو لا هو مهتم بي لو لا. حلو. إيش وقت آخر مرة ها حسيت هذا الإحساس؟ أنا إيه من زمان. سيد ما أعوفك اليوم والله. لا خلينا نغادر هذا الموضوع يعني. ليش يعني ما أدري والله الأجوبة محيرة تجاهها. أنا شاعر، الشاعر لازم يحب، شلون يكتب؟ يعني أنت هسه مرتبط بغض النظر عن الزواج، على مود نفتهم سيد، على مود الناس تفتهم. لا ما مرتبط. سيد شو قلت أحب؟ قلت لك أكو الله يسعدك والله العظيم. أكو أنا كلش مقدر موقفك. والمشكلة مستمتع. يا حبيبي. مستمتع بوجودك أولاً. مستمتع بهاي الحيرة. أي بهاي الحيرة اللي على ملامحك، بس تعرف اللي ما عنده شيء. اللي ما مرتبط العفو عفو الله ما يحير
فحيرتك. لا لا, لا مو ما عندي شيء والله. حسنا. بس فعلا اكو مشاعر ما تقدر تعبر عنها بالكلام. زين. يعني صير عندك حاله. اي. مثلا كشكل جميل يستفزك. شخص يدخل عليك تشوفه مختلف راقي. وسالفه جر سالفه. وسالفه جر سالفه تصير مواد. يعني اكو سالفه جر. اي هو انا هذا اللي اريده. واحنا كشعراء نستفاد من هذه الامور. ايش تستفاد؟ احنا نحتاج الى شحنه. نحتاج شحنه عاطفيه حتى نكتب. زين خلينا نغادر هذا الموضوع لانه انت مو الله يساعدك. طبعا تحياتنا للعائله الكريمه و سيد يحيى انسان مستقيم جدا. يعني هسه انا اذا اقول راضي علي اذا اقول ما احب احد يصدق على هاي القصائد اللي تنزل. بالضبط. هو مستحيل هم ما يريدون يعرفون. داقل باليوتيوب شفت هذا البرنامج. اي هي هاي اللي انا اريد. منو افضل شاعر؟ اني. منو افضل شاعر؟ اني. انت افضل شاعر بالعراق؟ يبدو بالفيديو هيك اقول، بس بالحقيقه انه هو البرنامج بدون ذكر اسماء يعني. ايه. عباره عن انواع من الشطه. اوكي. ودرجات بحيث وحده اسمها انفجار، وحده اسمها موت. زين. فانا اكلت انفجار. صار عندك انفجار. فايش قلت للمقدم؟ قال لي منو افضل شاعر؟ وانا كنت بهاي الحاله. زين. قلت له طالما انا حميت، لانه خلي يقولون حمى، فقلت له الناس يقولون اني. بعدين ضحكت قلت له لا اكيد الجمهور يقدر هذا. الجمهور يعني سأل اسالك منو احسن شاعر بالعراق؟ شو جاوبني؟ ماكو افضل شاعر. ماكو افضل شاعر. اي اكو قصائد افضل من قصائد، واكو قصائد عمرها اطول من قصائد، اكو قصيده عمرها يوم. زين اذا كانوا المصدرين الساحه خمسه، نعم انت حتكون واحد منهم؟ اكيد. شلوني هاي تخدمك بيها دوم على قلت. اكيد. اي طبعا. زين واذا قلت لك عدد لي ذول الخمسه؟ الخمسه حاليا بس انا شيلني القام. يعني اذا كنت انت موجود بالك. انت لا شيلني انا اليوم انا مقدم برامج. انت موجود بغض النظر عن الشيء. أنا ما أريد، بس إحنا نحكي كنجومية مو كشعر. أي طبعًا. كنجومية يعني إذا أحكي منهم اللي موجودين بالصف الأول اليوم. بالصف الأول. علي المنصوري. علي المنصوري تحياتنا له. صادق طلال. صادق طلال. بعد إيش قد ثلاثة؟ بعد ثلاثة. رادة أبو فتيان. رادة أبو فتيان. أي. يحيى العلاق. وانت الخامس. انا مو موجود، عندك بعد مجال واحد. شنو هالتواضع؟ لا انا مو موجود لانه انا اليوم مو شاعر. والله اكيد شعر. اكو اسماء بس يجوز يروحون من بالي. نقول ايهاب؟ اوه ابو حيدر اكيد يعني على راس القائمة. زين. أي. اذا مددناهم بعد الحق لي بهم. اذا مددناهم على مود انا طلعك من خانة الاحراج. اي حسين علي المطوري. تحياتنا لابو علاوي. مروان العنزي كتب قصيدة طشت كلش انتشرت ذاك اليوم شفتها عبر الخمس ست ملايين مشاهدة. ما فات بهاي الخانة. والله كلهم نجوم حقيقة. الشعراء شعراءنا كلهم نجوم. هم أصدقائنا وإحنا سامعين قصائدهم. يجوز ما خدم الحظ. هذا موضوع حظ ترى النجومية. بس هم كلهم الشعراء بشكل عام كلهم عندهم شيء. كلهم تحبهم الناس. بس احنا نحكي على مستوى الدعوات. على مستوى المهرجانات، على مستوى الفعال موجود بالساحه من تقلب بالميديا تشوفه. بالضبط نشوفه هواي يعني. انا شريت اسالك، كنت اسالك على شغله كلش مهمه وبعدها خلينا ناخذ قصيده اللي احنا اخذنا. نعم اخذنا. اشرب قهوتك لو ما تشربها ساده. دمرتني انت اسئلك وراها مشاكل. كنت اسالك على موضوع كل واحد بينا يعرف اكو سبب النجاح. نعم. او النجاح قصائده. اني اذا كانت قصائدي ناجحه فبفضل المزج بين الفصيح وبين الشعبي. انت شنو سبب نجاح قصائدك؟ سبب نجاح قصائدي يعني
اولا الالقاء الموضوع بيه دراما، بحيث اذا شيل بيت ما تكمل القصيده، ما تكمل القصيده، تحس يعني على قولتك المسرح القصيده، القصيده قصيده بيها استفهامات وتفاعلي مع القصيده انطيها احساس عالي جدا بالالقاء. خلينا نسمع شيء. انا راح اسمعك اخر العنقود على قولتهم، زين هو المدلل يكون. اي اكيد. اقول لاحبك مالتك قل مستواه، زين زين، كانت حاره وبردت شجاها، كنت تقولها وروحك وياها، بعدها بداخلك واسمع صداها. ليش اختفت بيها لهفه الشوق؟ لا رجفت قلبه ولا هواها. انت تحبني؟ اي والله كره لي الله من تصير كلمه ورد غطاها، احس قدامها حكايه التنقال، واحس سفيان شر واقف وراها. المن سمعتها بمذهب الدود، واسوي لك تنازل للخذاها. هاي الكلمه من تنقال لاثنين بعد ما تفيد تفقد محتواها. لي يقول لك احبك، هاي الكلمه من تنقال لاثنين بعد ما تفيد تفقد محتواها. يقول لك احبك عقد للموت، مو احرف يحركها بشفاها. لازم تكون يعلم عنك الغيب، ولازم تدرب الخطوه الخطاها. لا احبك مالتك متبدله، مو ذيك، ذيك انباعت وغير اشتغل. الله الله سيد، قصيده عظيمه. ومثل ما قلت انت، قلت انا اريد الفكره اللي ما حاطه، هاي اللي طايره. أيه. للامانه الشعريه يعني انا اقولها، اكو فكره بهاي القصيده هي طايره وامام مرأة الكل، يعني احنا كلنا شايفيها بس ما حد ما فكر يصيدها غيرك. هاي الكلمه من تنقال الاثنين هاي بعد ما تفيد، هي بالظاهر الكتابه بصوره سهله. نزار قباني يقول اللي يكتب بطريقه السهل الممتنع شبهها بشخص أقدامه خلف جدار، فقط أقدامه، وهو يرقص للناس، بس أكو تحت أقدامه أكو جمر. نعم. فشبه بأنه أنت شوفه يرقص أوكي، فما تتخيل أكو جمر جوا رجله. فهاي صعوبة كتابة السهل. رقصة الألم. بالضبط. رقصة المذبوح. سهل ممتنع ليه صاير هالأيام مو زين قد البعض؟ قاني؟ السهل الممتنع انت شعلي. مو يمثلني. انت زين قد كل الناس. يمثلني هذا السهل. لا ويمثلني هم. اي ويمثلك. والله ما اعرف، هو هاي مهاترات شعراء. سيد اكو غيره؟ مهند مهاترات شعراء. اي هو انا اريد اوصل هاي النقطة. هذه لا تسمن ولا يعني تغني عن جوع. يعني موضوع غيره. اي هي يعني كل واحد ورايه. تعرف لي غيره منك؟ احنا نترك الشارع هو يقيم الشاعر ويقيم اسلوبه وتجربته. تعرف لي غيره منك؟ احنا ما معقوله مهند، ما معقوله احنا ما سوينا شيء اذا نقول نفس القالوا قبلنا. ما غير يعني الشعر هو ان تاتي بشيء لم يقله احد قبلك. صح. واسلوب صح لم يسر يعني شنو الفائده اذا احنا اليوم انت كتبت قصيده انا باكر اسوي نفسها؟ شنو ماكو اي فايده. وارجع اسالك مره ثانيه سؤالي اللي ذا الطفله. تعرف اللي يغارون منك كاسماء؟ ايه بصراحه لا يعني. بس لا تعدد لي اسماء، بس قول لي اعرفهم لو ما اعرفهم. اعرفهم طبعا أعرفهم. اعرفهم واحد واحد اصحاب المدارس الكلاسيكيه. زين من نشوفهم هم لا يقدرون هم يغادرون هاي المنطقه ولا انا ولا يقدرون يسحبون لمنطقتهم، فهنا صار لنا فتره من بعد، خلينا نقول من بعد الحب والكبرياء، ومن بعد أكثر من قصيدة، النجاح الحقيقي اللي أنا لمسته يعني أتشعرات بقصيدة واحدة وانتهوا. الفترة السابقة كلها ما طلع لنا نجم، يعني خلينا نقول صار سنة أكثر. بالضبط أكثر من سنة صارت تجارب. بالعكس اكو نجوم غابت بالضبط خلال هاي السنتين. هذا شيء ايجابي لو سلبي بالشعر؟ والله او للنجوم اللي هم بالساحه هذا شيء زين لهم؟
رحم الله من زار وخفف. يعني حتى يبقون لازمين هيك؟ لا هي مو لازمين، هي مو سلطة، بس أنا أقول البقاء للأشعار اللي متواكب. أكو واحد، أنا حسيتك راح تقول البقاء للأشرس، همزين قلت لا للأشعار. يعني أكو ناس كتبت قصيدة وانتشرت، أنت ما تقدر تقيم شاعر بقصيدة. زين، ما تقدر ولا تحكم على شاعر من خلال قصيدة، تحكم على الشاعر من خلال منجز، يعني فد 20 قصيدة خلينا نقول. أنت تعرف مهند، يعني قصائد قبل حب الكبرياء. بالضبط بالضبط، أنا كانت قصائد حاجين بهذا الموضوع يعني، وكانت عندك قصيدة مساطب جامعة بغداد، قصيدة التخرج. التخرج نعم بالضبط، على خشبة مساطب، على خشبة مساطب جامعة بغداد. أنا أريد أسمعها. مستغرب أنا ما قارئها بالمناسبة. أنت مستغرب وأنا كلش أحب هاي القصيدة، أريد أسمعها. ما طول إحنا مقبلين على بالضبط كليات و... ليش ضحكت زين؟ حفلات تخرج خوش بيها رزق؟ إي لا، هم طلبة الجامعات قريبين إلى قلبي يعني. أنت تكتب لهم سيد، مستهدفهم هاي شريحة واسعة وشريحة واعية ومثقفة، وتعرف هاي تفاصيل الجامعات وعلاقات. يعني استبدلتهم بالذواق اللي كانوا يجوا للمنتدى؟ وين؟ يعني استبدلت نوعية جمهورك خلينا نقول. لا هم طلبة الجامعات، هو منو هسموه بالجامعة؟ ماكو بيت يخلو من طالب جامعي. تمام، يعني ماكو، فهم شريحة واسعة أكيد. خلينا نسمع القصيدة. على خشبة مساطب جامعة ببغداد، الله تعاهدنا وحلفنا وزادنا تملح. دوخني كلامك شو مربية بعيد، تحبني ومشتريني وغيري ما يصلح. قضيت 4 سنين بمسرح الأوهام، اجت سنة التخرج حرقت المسرح. مو انت الأعرفك، مدري أعرفك زين، انت كنت واضح، مدري صرت أوضح. ضاعت لهفتك، صفنا بوجه عميان، ما مشتاق يمكن لا على الأرجح. لفيت الشهادة وردت بس تروح، بس تروح. أظن وقتك ثمين وقام ما يسمح. ارحم ساعتك لا تباوع لها هواي، الوقت كسيف عندك، خاف من الذبة. تسأل ليش راسب؟ راح أقول لك ليش. حبيتك صدق، واللي يحب ما ينجح. وقتك كنت تقرأ وتنسأل وتقوم وتعيد الدرس وتناقش وتشرح. أنا أسأل بروحي ايش بعد ولاقي، وناقشها شجاوب علي صباح. عصب بورا عيني وفكري كله وياك، عقلي كله وياك. عيني بلاد أمار، ايش تجمع ايش تطرح، ولأن قاعد وراي وما أشوفك زين، رضيت النفس أصير بخانة الوكاح. تكتب والشعر يسرح على الوجنات، ومن باب التضامن أنشده وأسرح. أقطع بالورد مثل الطفل وهدوه، عمال الحديقة لسانهم يجرح. غلطوا واشتكوا وتعهدت مجبور، قمت أضرب حصص وياهم أتفلح. أصعد على الشجرة وأكتب اسمك فوق، مو شغلة بطل بس رتيت مرجح. ضربت من الأحلام هواي ناس أعزاز، خليتك لوحدك تسرح وتمرح. أنا من المغربية بعيد درب الليل، أي أمي أمي تقول لدنيا غروب ما يصلح، ما يصلح لا يصلح. قلت خالفت أغلى الناس، الله سيد. قلت غلطانة أمي، وأمي رب الصح. ليش بطرق ليش انتهت قصتي وياك؟ وأسف يتبع أسف وبأسف يتلقى. الله، أسف يتبع أسف وبأسف يتلقى. أشدت بها قصة هاي القصيدة، اللي يسمع قصائدك تصير عند ذاكرة صورية هيك. يعني أنا من أسمع القصيدة أنت موصف راسم كل شيء بالجامعة. الله يسلمك. لا وهذا أنا بس شاهد كلامي إنه هذه قبل الحب والكبرياء، هو الأسلوب نفسه ترى. بالمناسبة هي هاي قبل الانتقالة اللي صارت بالشعر الشعبي، يعني هاي القصيدة أنا نعم. من وجهة نظري بآخر 3 سنوات صارت انتقالة بالشعر الشعبي، من أرقامه من مشاهداته من وصوله. إذا تقيس على قبل فهاي من أنجح القصائد اللي كانت موجودة بالشعر الشعبي، لأنه وصلت للناس بوقت كان وصول القصيدة جدا صعب. أي نعم. شلون وصلتها؟ أنت دام كلية يا عمي، شلون أنت ما يعني صاير عندك هاي الحالة؟ الحالة ما صاير عندك سيد. لا بس هو أنت شاعر، شلون اجته؟ يعني من يحكي لك احد الاصدقاء عن تجربته واللي صار وياه، وانت بعد خيالك يعني، هو ينطيك بس يعني ما يحكي لك هاي التفاصيل. بس انا اعتقد الشاعر هو بحد ذاته مسرح متنقل، هو المخرج
وهو الممثل وهو الكاتب. يعني هاي من الشاعر من يرتقي المنصة يكون مسرح. إلا نعم. احنا نقول ليش البعض اخفقوا؟ زين، ما عندهم هاي المقومات الثلاثة. يعني هو كاتب حلو بس مو مؤدي حلو. صح، مو مخرج. مو مخرج حلو. فهنا تتخيل الصورة وتكتب. سيد، شنو أحلى شيء بالدنيا؟ أحلى شيء السلام والحب. أسوأ شيء بالدنيا البغض والكره والضغينة والجريمة. أكثر شيء تحبه؟ أكثر شيء أحب راحة البال. أكثر شيء تكره؟ الكذب، عدو. سيد، راحة البال حسيت بيها نتاج سنين، بحيث من قلت راحة البال ما فكرت بأي شيء غيرها. يعني أنت اليوم واصل لمرحلة قناعة بأنه ماكو شيء أحسن من راحة البال؟ حتى الشعر إذا ما بالك صافي ما تقدر تكتب. يعني شلون بالك بالك فترة؟ لا بأس بي. زين، شو كانت أسوأ فترة؟ أسوأ فترة يعني ما تعرف، هي ما لها وقت معين، بس تجي أحيانا حالات مشاكل هيك طارئة تصير عندك، سواء بالبيت أو بالعمل أو بمكان معين. مجال الشعر أيضا أكو مغثة، تعرف هاي الأمور. يعني أريد أرجع وياك العقبة زمنية، أريد أريدك تذكر لي شيء من 98 99 إلى 2000. شغلك، حياتك؟ أي حياتي كانت عبارة عن عمل، وهذا اللي خلاني أتأخر. يعني على قولة نائل المظفر يقول أبوي وأمي أغلى، إش ما يضعفون أسم منهم وضعف شاعريتي. الله، تحياتنا للشاعر الكبير نائل المظفر. رائع نائل المظفر. فهو اختصر، أنت أهم شيء هدفك تعيش عائلتك بالحصار. يعني تأخرت أنت؟ تأخرت. يعني أنا ما أخلك. من جيلك؟ جيلي أنا بصراحة كنت ما أنا كنت أتردد على الاتحاد بس متقطع. زين، المهم كنت أشوف من تروح. فقبل فترة حسين الكابي. أي. شايف لي لقاء، قال لي أنت شلون تقول أنا ما أعرف جيلك؟ أنت مو إحنا مو كنا نجلس سوا. قلت له إحنا منو جيلنا؟ قال لي جيلنا نائل المظفر وجيلنا. أها. قلت والله ما أدري. لأنه أنا ما أؤمن. بيا سنة بديت؟ أنا ما أؤمن بالأجيال. أنا بديت بكتابة الشعر منتصف التسعينات. قديم سيدي. 95، بس تعرف هاي البدايات البسيطة. هاي البدايات. كنت أقرأ فصيح، يعني أحب المتنبي ونزار وأحمد مطر وهاي. سيد بال مو بالنهاية بس بهاي اللحظة الدنيا شلون وياك؟ حاليا أفضل. بصورة عامة. يعني ما وصلت لطموحي. صورة عامة على المستوى من الاجتماعي. من أول ما فتحت عينك على الدنيا حد الآن، هي الدنيا شلون وياك؟ والله أنا مو من النوع المحظوظ. يعني أكو أشياء تصير غريبة. يعني فحتى أخويا نوبات يضحك، يقول لي والله يعني مثلا نروح بمكان نريد ناكل يجيبون كل معهم الموضوع. كل معهم بيخاشوقة، يحطوا اللي معهم ما بيخاشوقة. مثلا شاي ماكو خاشوقة بالشاي بالتفاصيل. قال لي انت كلش ما محظوظ بحياتك. هو منتبه. تذكرتني بموضوع مثلا سلفة اخر واحد انا اسمه. لا، انت ذكرتني بموضوع عندي لا اقدر هسه اقوله بالجو ولا اقدر اكتب معي الضحكه اللي انا ذكرته. يا موضوع فرح. انا اقول لك على فد موقف. وانت حر لو تقوله لو ما تقوله. اي اوكي. اكو عندك موقف بحياتك بصندات، هاي الصندل. هذا موقف. والله هو موقف طريف. اتصل بي، دخل علي شخص يومية يسلم علي واريد اعزمك واريد اعزمك. فقلت له ايش تشتغل؟ اوكي زين. قلت له ايش تشتغل؟ قال لي انا تاجر. قلت له تاجر مالي ايش؟ قال لي انا المستورد الوحيد للصونده. قلت له صونده يا صونده يعني. حلو. قال لي هاي الصونده مال المي. المستورد الوحيد. المستورد الوحيد. زين.
فقال لي اريدك ويا ريت يعني وياك فد مطرب وكذا نسوي قعده حلوه وكذا واحنا اخوه زين وانا عازمك. فخابرت عمر هادي تحياتنا اكيد صديقي. قلت له ولد عازمني وكذا واكثر من مره صار. قال لي شو اشتغل؟ شو تعرف جماعتنا شو اشتغل؟ قلت له تاجر. قال لي مال ايش؟ قلت له يقول انا المستورد الوحيد للصندل. زين ثقيل رحنا ثقيل يعني المستورد الوحيد رحنا والله. انا قريت شعر وكذا هم مسوين خير من الله اكيد وكذا. كملنا عمر هادي غنى اجمل ما يكون يعني هذا صوت الشجي اكيد طبعا تحياتنا له. هو فعلا صار شجي. فطلعنا انا شفت بالحوش لفتين صونده اي عبالي مو انه قلت يجوز نماذج مثلا كذا زين. شو طلعنا جاب الصوندات قال لي هاي لك وللملحن صفوان تعال شو تقول له؟ شو اسوي فيها؟ فجبتها شلتها عمر صاعد بسيارته فاتح الجامع قلت له هاي صونتك قال شنو صونتك؟ قلت له هو رجال تاجر صونده شو طق؟ مشكله اني والله من اول بس احنا رغم هي هو الرجل ما قصر يعني بس هو موضوع انه يهدي لك صونده شوي واقف. فقام عمر كل ما يخابرني يقول لي شو اخبار الصونده؟ اقول له بعدها انا قلت راح اخابر يحيى على مود حلقه كان ببالي بس موضوع واحد انا متردد من عنده. قلت اني اذا اجى هي قاعد قدامي وجت سالفه ببالي من السوالف مستحيل راح اقدر اسكت من الضحك. يلا عاد حكينا هاي واخذت هديتك؟ اخذتها بعد من صرفت؟ اخذتها النوب كان يمكن شتاء حتى ما استخدمناها بالصيف ردنا لنا صونده طويله انا ناسيها طبعا. قالوا عندنا بس هاي اللي جبتها جيبوها تعم استخدموها بعد هي يعني هذا وكذا. اليوم الشاعر تجي دعوات من هذا القبيل بس هي بصراحه صحيح الضحك بس تقهر يعني واحد داز عليك يهدي لك صونده زين انا النوب رجعت للبيت زين بالبيت يدرون انا تاجر عازم. قالوا شنطاك شنطاك منطاك قلت لهم والله صونده. قال شنو؟ يعني مو على البال زيد برافو خلينا نكمل البرنامج. رادوا يحكون قلت لهم وتسكتون لو اقتلكم بالصونده لان يعني انا روح اطالع يعني هاي حصريا طبعا انا ما حاكي لا انا ولا عمر هادي حالة حال القصيده عمر هادي وراح خفف علاقته بي من وراء هذا الموضوع. سيدي انت في يوم من الايام حكيت على شعر نعم زين وبعدين التقيت بهذا الشعر انا ما راح اقول اسمه بس انا شنو شاهد على المحبه اللي صارت باللقاء يعني لا الرجل بقى بقلبه لانه انت حكيت عليه ولا انت اصلا كنت منطي للموضوع حجم اي يعني اخذته بهاي بساطتك اللي انت عايشها اللي ردت اساله. طبعا انت حكيت او صرحت هذا التصريح ما اريد اقول قبل النجاح التناجح منذ ان بدات تكتب بس قبل هذا الوصول الكبير يعني بالفتره الاخيره برايك وراها بقت عندك مناوشات بالتصريحات بس صارت اكثر تحفظ برايك الـ الـ الوصول يغير من طريقه الـ الـ الكلام ومن الكاريزما؟ لا انا اخاف يقولون انت عرفت شاعر؟ اي طبعا زين لا هم هواي يعني المصرح حلو بس اكثرهم هم ما زعلوا يعني عتب مال الحبايب. احيانا يسالونك اسئله تكون مسؤول من يقولون لك فلان الاوحد ما يصير تقول انت كشاعر هاي امانه ادبيه يعني ما تقدر تقول هذا الافضل بس اذا انت تناقضت تناقضت شلون؟ بفتره من الفترات نعم كنت تحكي على الارقام خليني اكمل
في ذوي كرمك. كنت تقول الارقام مو مقياس. اي. بعدين صارت الارقام من قامت هاي الارقام الارقام المليونيه. انا نحكي عن النجوميه. اقول مو الافضل. مو اليوم، اليوم انا تبور. ما قلت الافضل، قلت النجم. حتى قبل ما احكي قلت لك النجوم وليس الافضل، النجوم الموجودين بالسعر. خلينا نحكي عن النجوم. انت شنو تقول المشاهدات مو مقياس لنجاح القصيده، واليوم تقول المشاهدات مقياس لنجاح القصيده. ما قلت النجاح. يعني اليوم مو نجاح؟ المشاهدات؟ اي. يعني اكو مقاطع يعني كوميديه الناس بالشارع متسولين. ليش ما تقول يعني تفكيري تغير؟ جوز انا كنت غلطان بمنطقه من المناطق. لا ما تغير، بس مو كل شيء يشاهد هو حلو. يعني هاي حقيقه. انا تفكيرك بعد نفسي. انا احكي لك، انا قلت لك نجوم، ما قلت لك الافضل شاعر بالعراق. قلت لك النجوم. احنا نحكي على نجوم. تصريحك الاول مصر علي لحد الان انت؟ انا تصريح الاول اقول مو بالضروره اللي عنده هاي مشاهدات هو النجم الاول. يعني بعدك مصر علي. بغض النظر عن النجم انت الاول. انت ما جاي تفصل نجم عن النجوميه، احنا حكينا عليها مره بقناه انا وياك. قلنا الكل شعراء، بس اكو مقومات تخلي الواحد يكون نجم. انا مو موضوع النجوميه. هسه اخو اني لا مسوي قصه شعر مثلا، ولا انا شاب والبنات يقولون هذا شقد حلو مثلا. زين. حبوك لاجل شعرك. صح ولا لا؟ صح. يعني شنو يعني يحيى لو لا شعره طويل وشعره واقع مو؟ ولحيته بيضة. جديات يعني. الناس ليش حبتك؟ حبت قصادك. صح. انا باعتقادي هو هذا النجاح الحقيقي. يعني بعدك مصر على تصريحك. يعني لا انا موديل مثلا حتى يحبون موديل. يعني بعدك مصر على تصريحك الاول. طبعا مهند تعبتني بهاي الاسئله وراح تسبب لي مشاكل. انا قلت النجوم تختلف عن الشعراء، شعراء افضل من عندنا ما ماخذين فرصتهم. وانا ما احكي لا على النجوم ولا على الشعراء. انا سؤالي واضح يا سيد يحيى، بعدك مصر على تصريحك الاول لو لا؟ لا اكيد لا. اي انا حسيت اخطات بالموضوع. انا بيوم من الايام كنت كان عندي انا مو اخطات، انا ضربت مثل شويه قاسي. بالضبط. هذا المثل انا اعتذر عنه. المثل حتى طالبت المقدم قلت له هاي شيلها، هاي راح تسبب له كلش، وهاي كلش صعبه، وهاي الحكايه قاسيه. قالت تدلل. تدلل نزل مقطع الوحده مستقل. الاعتذار طبعا من شيمة الكبار. اكيد اكيد. بس انا صار بامكاني ان افصح عن الاسم. هم كلهم اخوتي، انت تعرف علاقتي بيهم. انا بعد صار بامكاني ان افصح عن الاسم. لا ما يحتاج. ها. لا ودعت. بعد اعتذرت اذا ما يخالف. مو انا راح اوضح مساله كلش. مو هو اكثر من اسم. سيدي راح اسالك سؤال. اني أي. ادور مشاكل باللقاءات؟ لا. فاذا اعتمد عليه؟ بهذا البرنامج لا غير شكل. لا لا ليش بالعكس؟ ما اشرح اقول لك. هسه انت سويت المشاكل بالبيت، انت تحب لو ما تحب. خليك. ترى الصوندة موجودة بعد. الشاعر والشاعر الصديق والحبيب علي المنصوري، خلي اقول لكم شيل الشاشة. نوبات التفاصيل ما تعرفوها. انا وسيد يحيى وعلي المنصوري كان عندنا مهرجان بكربلاء. اي نعم. كنا منجمعين بسيارة واحدة. وصادق طلال ايضا تحياتنا. صادق طلال كان ويانا تحياتنا له ايضا. حتى اقول لكم شيء انتم ما متخيلين. والله العظيم وانا على مسؤوليتي وعلى يعني هذا الكلام انا كنت قاعد به وراح انقل لكم اياه بالضبط. علي المنصوري حكى ويا سيد يحيى، قال له تحاكي علي. سيد يحيى ضحك، علي المنصوري ضحك، وانتهى الموضوع بابسط ما يكون بحيث ما استغرق ايش قد الكلام به. لا بالمناسبه علاوي من يجي بات يم دقائق، وعلاوي من يجي بات يم سيد يحيى. فحتى واكو حاله اخرى ما طول احنا فتحنا هالباب. ايه. اكو مقطع يحيى العلاق يسب رائد ابو فتيان، يمكن يتهم شايف. ايه. وبرنامج هيرولي اكو اقرب من رائد الي. لا والله. فاتمنى اللي يشاهدون هذا المقطع ما يكتبون ولا يسبون ولا. شفتوا يا عالم؟ هاني هذا اللي وصل له. يا بت ليش متخيلين احنا نتذابح؟ ايش قد بقت ايش قد استمرت فترة الصلح بينك وبين علي المنصوري؟ تجاوزت الخمس دقائق؟ والله أقل، دقيقة، خلال دقيقة. مو أخذنا الموضوع للطرفة وظلينا يعني نضحك عليه طريق من أنا لحد ما وصلنا المهرجان؟ إي طبعاً. سيد ليش صارت هاي الهجومية بالشعر الشعبي؟ هي من صارت هاي السوشيال ميديا وهاي الأمور. يردون شيء يحصلون من وراء مشاهدات، فيكتبون عناوين ومقاطع ياخذوها يقتطعوها. ها؟ حتى تجلب مشاهدات ولايكات على حساب
المقاريد مو اريد اسمع من عندك قصيده، اريد اجي يمك واسمع القصيده. ايش انت اللي حاب تقراها؟ اي هسه طالما انا قلت مزعل كنت، خلينا نحكي على الزعل. يلا نحكي على الزعل. اقول حضره الزعلان بيش مزعلك؟ يلا انا اللي بداريك اكثر من هلك. زين تجرح وتقسو وشغلت استحملك شويه، خلي احكي الحكي مو كله لك. صح بحظك وبختك قلت لك يوم لا، من عرفتك صرت خيط بمغزلك. تأمر وتنهو تريد وما تريد، الحرام اللي ما يحل حللت لك. المشكله اللي تعزه يتعزز عليك، وتصير ويا سهل يستسهلك. يل علي متعصب ووجهك ثقيل، السفن غرقت له حريق بمعمله. زين اعرفك غرتك بعض الوجوه، الشياطين تجي بهيئه ملك. يجوز ما راوغ مثلهم بالكلام، الظاهر انت تقدر اللي يستخفلك. انا لا اتاخر بموعد عليك، لا اتركك تنتظر لا بهدلك. هذا طبعك ما تحب الروح ابيك، وركض تركض ركض علي الجاهل. الله الله يسلمك. اكو ناس بحياتك صادفوك من هذا؟ الناس تحب اللي يثقل عليها، على قولتنا اللي يضبط مو؟ اللي يضبط. تضبط؟ لا والله ما اعرف. يعني حتى بحياتك العامة بشكل عام انا ببساطة ما اخذ الامور. انا اعرفك. اي. بس اريد الناس تعرف. اليوم انا كنت كلش فرحان. يا حبيبي والله انا اسعد. واعتذر لانه خليتك بشكل موقف محرج. لا هي ان شاء الله طلعنا. هو لازم تكون هيك باللقاء، الرتابه والتقليديه مو حلوه. مو لازم نخرج عن المالوف. هسه اليوم سوينا لك شغله الصوند. اخو انت تدق على هذا الموضوع. احنا هذا الموضوع قلت لك هو كان باقي ببالي. اي انا كان سولف لك يا عمر. عمر سولفت لي. ها انا سولفت لك. انا كان عندي موضوع ببالي افتح موضوع الاجور، وهذا انهزمت من عنده. يعني هذا الموقف بس هم يقولون هذا الموقف أي يخليك يقطع سبيل المعروف، يعني يخليك تقول تتفق عليك تاخذ اجور هواي. لا والله والله لا والله. اول شيء تسال عليه الاجور. بالعكس انا ذاك اليوم مهرجان ايه بالمسرح البابلي، قلت له مش قد اخذ مهند وش قد اخذ راح. خلاص خلاص ده هذا هو. قلت لهم حالهم. لا هذا هو ده. اذا هيك راح تفتر علي الموضوع. الحلقه نورتني كلش يا حبيبي. يا حبيبي سعيد كلش بجيتك. لا وحتى لا يتصور المتلقي او المشاهد انه احنا ماديين، بالعكس احنا شعراء. لكن اكو واحد مسوي ومسوي بطايق، يعني ما معقوله انت تروح. بالضبط هو عنده مكسب وعنده مكسب، فبالتالي احنا ايضا منفعه متبادله. المنفعه متبادله. نعم. نورتنا يا حبيبي، ويا رب تكون استمتعت بالحلقه. انت برنامج انا بخطواته الاولى اتمنى له السداد والموفقيه ان شاء الله. برنامج شهقه عشق اتوقع له تكون لاصداء بالشارع اكيد، بوجودك استاذ محمد يا حبيبي حفظك ويسلمك، وبوجود المخرج والكادر اللي تعبناه طيله هذه الساعه. نورتنا ويا مليون هلا ومرحبا. اعزائنا المشاهدين، شفتوا رحلتنا اليوم؟ اكيد اكيد ان شاء الله كانت ممتعه، وان شاء الله عجبتكم. انتظرونا برحلات جايه ان شاء الله راح تعجبكم. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، في امان الله.